ينضم معنا عبر الهاتف من عمان الأستاذ لطيف الرباعي السياسي العراقي المستقل. أستاذ لطيف، بداية مرحبا بكم. خلافات بين الكتل السياسية في العراق بشأن توزيع الحقائب الوزارية، كيف تقرأ هذه الخلافات؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بكم. بداية، نحن أعلننا ونعلن دائما نحن ضد العملية السياسية برمتها، ولكن طبعا هذه الاختلافات ناتجة بالتأكيد عن يعني سوء النوايا فيما بين الكتل. كل كتلة تحاول أن يعني تفوز بالحصة الأكبر في التشكيلة الوزارية المنتظرة، وبالتالي هناك ليس هناك من منهج سياسي معين، ليس هناك من برنامج وطني حقيقي، ليس هناك من أفق سياسي يتأمل منه المواطن العراقي من خلال هذه التشكيلة وغيرها. وهناك أيضا مسألة مهمة جدا، أنه هذا البرلمان هو يعتبر ويعد من خلال المراقبين أنه هو برلمان 20% التي صوت عليها بعض العراقيين، وبالتالي العملية برمتها صراحة تندر بفساد كبير وبمرحلة حرجة كبيرة جدا انتظرها العراق، وخاصة ونحن في متغيرات دولية كبيرة جدا وتحولات كبيرة جدا وسياسات قد تفرض نفسها على الواقع العراقي السياسي من خلال يعني ما يدور من خلال عفوا دول في دول الجوار ودول المنطقة عموما. بالتالي هذه الاختلافات عادية وبسيطة، لأنهم ليسوا بنهج وطني حقيقي عراقي يعني يسعون لخدمة المواطن العراقي وخدمة العراق، وإنما صراحة لخدمة أجندة وديمومة الفساد وديمومة العملية السياسية النتنة. وهذا مسألة طبيعية جدا أن تكون بهذا الشكل وبهذه المواصفات هذه الخلافات وما تنتج عنه باتجاه التشكيل المنتظر يعني الكريم صراحة. وسط نظام المحاصصة القائم في العراق، ما مدى إمكانية أن تحقق حكومة عبد المهدي التغيير؟ سيد الكريم، طبعا الكل يعلم أنه نظام العملية السياسية برمتها من ألفها إلى آخر حرف فيها هي عملية محاصصة وعملية تخفيمية تشرذمية وتفتيت مجتمعي دائم ومستمر، وبالتالي انتهاء أي مسألة سياسية فعلا تحقق لإعادة استقلاليته وسيادته ودستوريته وأطره الدستورية، لأن كل هذه الأطر الدستورية غير موجودة، لأن هناك محافظة، لأن هناك آفاق أجنبية تتحكم في كل هذه الدوائر التي كانت طيب. منتخبة قبل أيام. مصادر نعم، مصادر سياسية تكشف عن توجه الكتل للعودة إلى صيغة تشكيلة مجلس الحكم الذي أسسه بريمر منذ البداية، لماذا قد يلجأ الفرقاء السياسيون إلى هذا الخيار؟ بداية أنه هذا اللجوء إلى هذا أعتقد هو إعلان فشل ذريع للعملية السياسية برمتها، هذا واحد. رقم اثنين، المجلس الحكومة كان باعتباره مجلس استشاري رئاسي وليس رئاسة وزراء تنفيذية، وإنما هو مجلس حكم يعني يعد هو بداية تشكيل المجلس الرئاسي لتلك الفترة السوداء والممتدة وحتى هذه اللحظة. بالتالي أعتقد ويرى الكثير يعني أنه محاولة إيجاد عكازات سياسية أو أطر سياسية مهترئة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من ديمومة العملية السياسية هو الإعلان الحقيقي للموت البطيء للعملية السياسية ولفشل الإدارة الأمريكية وحتى دول الجوار التي تدخلت بشكل مباشر وخاصة إيران. طبعا يعني بدأت ملامح الفشل السياسي من ثقة ومن اللحظة الأولى، والآن تتوج إن شاء الله بفشل كبير جدا، ولهذا هم يحاولوا أن يجدوا ملاذ ويجدوا بوابة معينة. ومجيء عبد المهدي، مع احترامنا للشخص على ما لنا علاقة بأمور أخرى، لكنه هو جزء من العملية السياسية وهو جاء من هذا النسيج يعني المشوه المسمى بالعملية السياسية، وليس بعيد عن العملية السياسية عادل عبد المهدي جاء من خلال العملية السياسية ومن خلال أطر فكري معين يقود هذه العملية الآن، يعني هو
يعتبر من القادة الحقيقيين بالفكر السياسي المسلم المتأسلم حسب ما قد يوصف البعض، لكن هو جزء من العمل السياسي، ولا يمكن لنا ولا يمكن لأي مراقب منصف أن يسميه مستقلا. وهذه صراحة أضحوكة على الناس وأضحوكة على الشارع وأضحوكة على التاريخ السياسي للعراق. ليس هناك من مستقل، الكل من عباءة العملية السياسية ومن أطر العملية السياسية وأفاقها المنبثقة من طهران وواشنطن وتنفيذ في بغداد. هم يعني يعدوا سياسيين، وصراحة هم ليسوا سياسيين وليسوا ببناء دولة، وإنما هم فقط منفذين لأجندة ولوضع سياسي معين تم رسمه في الدوائر الخفية في لبعض العواصم الكبرى التي رتبت هذا الوضع. من عمان الأستاذ لطيف الربيعي السياسي العراقي المستقل، شكرا جزيلا لك.